تعالوا يمي يابا تعالوا تعالوا هسه لازم انا ارجف مو وقف متنا واسوي هيك واسوي هيك بدايه الطاوله اي صار هو هاي تالي عاشت ايدك شيف والله شكرا الله يخليك شكلها رهيب الله يسلمك وموت يلا يعني نقدر نعرف شنو مكونات شلون يعني نعرف ذوقي وسكتي بس اضوق ايوه ما نعرف شيء لا ماكو داعي طيب قولي طيب ما طيب روحي رجعي قاعد تسويها بيها اي اضحك اضحك سهله ما نترو دوركم هم صعب ترى يلا يا يابا يلا هو هاي الحمد لله هاي ست لنا بعد خلتنا بهالموقف هيجي انتوا تدللون شيف اشكر ولا والله ما قصرت تأمرونا امر ما قصر يعني. تفضل شيف عمر تذوق عيني ذوق تفضل قلبي تفضل حبيبي عيني يلا ذوق ذوق حبيبي لا تطول رايكم يعني بعدين كتبوها بالورقه بدز يطلع واحد من عندنا شوف ممكن نعرف اسمها والله هي ماكو داعي تعرف اسمها انا راح اجرب الماء يعني ما تعرف العجينه هاي مال شنو؟ تارت تارت بعد شكو تسالون اي ما ادري تارت والله اي ما تقول اي مو هو العجينه التارت مبينه بابا شلون سووا هجوم بابا والله ما يخافون الله بابا ما متعشاين؟ عشان شيف يلا كافي عاد شيف عرفان فد قرصة خبز للولد لهم اهم شيء يذوقون هو الصوص انا ما اريدك تنظلم اي قيم الله صدق الدنيا دواره شكرا لكم شباب تفضلوا عند شيف اي تفضل سوادي اي شكرا اي شكرا حضركم طبق شكرا شكرا الى اخر